شوقي. ما فيش اي جديد خالص. لا جديد. بالنسبه لي انا زي ما بقول لحضرتك في كذا واحد شغال، لكن اه انا في الحته اللي انا شغال فيها مفيش اي اه حاجه. الوضع مجمد تماما. ثلاثة ما تستغربش. أحمد حسن. دي جامده دي، بس اه مش هجاوب عليها. لا جاوب، خليك جدع لا جاوب، يعني احنا طالعين من ما أيام فيش جديد. مفترجة. انا اعتقد ان احمد حسن برضه عرض على نادي الزمالك ان هو يتنازل عن مستحقاته ويمشي، بس دي اعتقد ان دخل الموضوع في عناد بقى، فاعتقد ان احمد هيخش من نواحي قانونيه او دخل اوريدي يعني. لكن موضوع ليرز ما زال قائم. ما اقدرش اقول ليش دلوقتي خالص غير ما يكون يعني مش موجود في نادي الزمالك، ما اقدرش لكن اذا ادخل يعني الزمالك خالص. وافق على انه يمشي احمد بطريقة عمرو زكي وتنتهي الامور عند هذا الحد، ممكن يتم الموافقة. عمرو زكي نادي دفع فلوس. اه نادي دفع. لكن بالنسبه لليفز انا ما اقدرش ادخل حتى اسم في الكلام دلوقتي. طيب عماد متعب بقى، سمعنا اخبار كثيره جدا عن عماد متعب، وان هناك عرض بلجيكي جديد، وهذه المره عماد هو الذي يسعى جاهدا للاحتراف في بلجيكا. ده خبر غريب جدا. غريب. طبعا خبر غريب جدا. طيب قول لي، انا باخد منك المعلومه الصادقه. لا خبر غريب جدا. احنا بنسعى لعماد في كل حته، وسمعنا بلجيكا بالذات يعني احنا شغالين في كل حته، لكن ما فيش حاجه بالذات في بلجيكا. وبعد كده الراجل اللي كتب المقاله دي او الخبر ده عارف كويس قوي ان عماد في بلجيكا من يكاد يكون من رابع المستحيلات. لا قول لي تاني، معلش الصوت باظ. يعني بلجيكا نفسها على عماد هتبقى صعبه. بلجيكا بعد الموقف بتاع ساندر ليج. طبعا. اه طبعا طبعا لكنه عماد عارف كده. اه في محاولات لانديه اوروبيه اخرى او عربيه. ده مفتوح خالص، لكن يجي غاد بلجيكا ويقول الخبر طبعا لا، ده طب خبر مفروض. نادر، هل في عروض عند العماد ولا مفيش عروض؟ لا مفيش عروض رسميه جات لي خالص كابتشوير، اه بس في كلام رايح جاي في كذا حته، لكن مفيش حاجه فيرم او حاجه اقول لك 100%. طيب الناس بتقول ان عماد تعبان، زهقان، متضايق، وعايز يخرج بره مصر الفتره دي، لانه تعب من كتر النقد ومن كتر التجريح اللي وصل الى نقد بشكل شخصي. لا يا كابتن شوبير، انا هقول لك اكتر من كده، ان اللعيبه كلها زهقانه واللعيبه كلها عايزه تمشي. معلش يا نادر، الصوت بيروح ويجي، معلش قول لي تاني. انا بقول لحضرتك لا، كل اللعيبه اللي انا بتعامل معاهم عايزين يمشوا، مش عماد بس يعني. لا يعني عماد عنده الرغبة، ما هو جاله ستاندر ليج وكانوا الناس طايرين بيه ورجع بعد 3 4 ايام، هل المرة دي عنده الرغبة في الاحتراف؟ اعتقد ان الرغبه اكتر بكتير من قبل كده. اكتر بكتير. طب طمني على ظهره، يعني برضو الناس مستغربة انه قالوا عملية هتاخد من 3 شهور ل 6 شهور، وبعدين فوجئوا ان عماد ان شاء الله هيتمرن بعد بكرة، وانه احتمال يشارك في المباراة المقبلة. لا عماد لا، كان ما عندوش القصه بتاعت 3 4 اشهر دي مش موجوده خالص خلاص، اه وان شاء الله هيشارك في التمرينات، وطبعا المشاركه او مش مشاركه دي بتاعت لكنه لو في عرض هيبقى خلال الاسبوع القادم. وامتى سوق الانتقالات هينتهي في اوروبا؟ امتى؟ 31 خلاص، احنا بنتكلم في اخر 4 ايام. اه يعني اذا اوروبا تبقى صعبه، ممكن تكون احدى الدول العربيه مثلا. والله يا كابتن شوبير انا بالعكس انا بتفائل دايما داخل 4 5 ايام دول يعني دايما. بتتفائل، يبقى عندك اخبار. يعني ممكن اكلمك في الفاصل. نادر شوقي اشكرك.